ده مانشيتي ينفع في جريده حكوميه مش عندي يا استاذ هاني. استاذ حسين اسبوع هام والاستاذ سلامه واقفين على الباب. طب خليهم يتفضلوا بعد كده، اول ما يجوا تخليهم يدخلوا على طول. حاضر يا فندم. يلا اتفضل. حاضر يا فندم. اهلا 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 وسهلا اهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا ثانية واحدة وحفضلكوا على طول. خد راحتك يا استاذ حسين. شيل يا هاني المانشيت ده. ها؟ طب قول لي اكتب ايه يا استاذ حسين؟ ما دي سهلة هاني قوي. اكتب مثلا بزنس رجال اعمال الحزب الحاكم في كوبونات البنزين. بس يا فندم مفيش بزنس، الموضوع لسه هيبدأ بعد فترة. ما هو أكيد هيبقى فيه بعد كده بزنس. إيه ده؟ وإيه المانشيت ده كمان؟ رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير التجارة يفتتحون توسعات ميناء شرقي التفريعة. لا لا، هتشيل المانشيت ده وتحط لي صورة رئيس الوزراء وصورة وزير البترول وصورة وزير التجارة وتكتب تحتيها الفاشلون. حسين ده مش هيرجع غير لما يقفلوا له الجرنان ويرجعوا السجن تاني. المهم هيخدمنا في حكاية مديرية الأمن دي ولا لا؟ هيخدمنا طالما ما جابش سيرة وزير الداخلية لسه خير. إيه ده؟ إيه ده اللي أنت كاتبه ده يعني؟ وزير الداخلية يؤكد عدل الأمن إلى الشارع؟ شوفوا الكذب والتدليس، بيضحكوا على الناس بيستعموهم. هاني تشيل الكلام ده حالا. ما تشيلش حاجة يا هاني، واكتب كمان الأمن عاد إلى الشارع شكرا وزير الداخلية. طب اتفضل أنت هاني دلوقتي، اتفضل. يا سلام، في إيه؟ إلا وزير الداخلية، أنا بقول لك أهو. إيه ده؟ في يا سلام؟ اشمعنى يعني؟ ده وزارة الداخلية دي لعلمك فيها أكبر نسبة فساد موجود في أي وزارة. دي ناس كدابة بيلقوا دراع الشعب. يلا بينا يا برهان بيه. أقعد بس يا سلام على الله. أقعد إيه بس؟ هو أنت بعد اللي قلته ده ينفع نعرفك أصلاً؟ يا عم أقعد بقى ما تزعلنيش. أقعد. إيه في إيه؟ اتحمقت قوي يعني لما أنا جبت سيرة وزير الداخلية. أنتوا عايزين حاجة من وزارة الداخلية؟ لينا مصلحة عنده، يعني هيكون عايزين نعمل فيش مثلا، وانت شكلك هتضيعنا. طيب فهموني، طيب انتوا عايزين ايه؟ انا هقول لك يا استاذ حسين، احنا في الحقيقة رحنا مديرية الأمن عشان نسأل عن حاجة كده اطلعنا عليها في الجرايد. في الحقيقة في المديرية تقريبا طردونا. طردوكوا؟ هي حصلت؟ ألو؟ أكلم سيادة وزير الداخلية بعد إذنك؟ يلا يا برهان بيه، شكله هيشتم. باشا! إزاي سعادتك يا باشا؟ لا والله، ده أنا بكلمك عشان أشكر سعادتك على عودة الأمن للشارع لدرجة إن المواطن العادي ابتدى يحس بيه. لا ده حقيقي والله سعادتك. أنا بعمل الموضوع ده عشان كنت بس. الموضوع التاني بقى اللي انا كنت عايز سعادتك فيه، ان في جماعه حبايبي كده كانوا جم مديريه الامن ليهم شغلانه يعني، وواضح ان الناس بتوع سعادتك يعني ما عملوش الواجب. ايوه فندم. ايوه برهام الجزاوي وسلامه الجبالي. ايوه فندم، ربنا يخلي سعادتك. شاكر افضل معاليك يا باشا، شاكر افضل معاليك، مع الف سلامه. اتفضلوا بقى اطلعوا على مديرية الأمن، هتلاقوا كل حاجة تمام. متشكر أوي يا أستاذ حسين، ألف شكر. أنا عارف إن ده ضد مبادئك، لكن أنت إنسان محترم. ربنا يخلي سعادتك. أنت عارف إن الموضوع ده تقيل على قلبي جدا، بس أنا عارف إن حياة إنسان محترم زيك متوقف على حاجة زي دي، عشان كده أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان خاطرك. يا سيدي، عشان لما يتقبض عليك وتخش السجن تاني، وزير الداخلية يبقى يوصى عليك. انتوا تاني؟ لا، ده انا النوبادي لازم اوديكوا في داهيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا بالبشوات، اتفضلوا. اهلا اهلا. انتوا قلتولي تايهه بقى لها كام سنه؟ بقى لها 20 سنه. بسيطه يا سيدي. يا راجل امال ايه؟ ده احنا عندنا في عيال بتوه بالخمسين سنه وبنلاقيهم. يا راجل اتفضلوا تشربوا ايه؟ اهلا بيكم. يا متشكرين قوي، ما شربنا. لا، اللي يدخل مكتبي ده لازم يشرب حاجه. يا عسكري شعلان، اتنين ساقع صاروخ يا ولد. بقول ايه، سيبك من الساقع وقول لنا
الضلالي وابو لمونه نلاقيهم فين؟ يا سلام يا باشا، ثانيه واحده. يا سلام، اهلا وسهلا، اهلا بيك، اهلا بيك. يا سلام، الضلالي وابو لمونه، ابو لمونه والضلالي، الضلالي وابو لمونه، ابو لمونه والضلالي، ابو لمونه ومين؟ والضلالي. الضلالي ومين؟ ويومك اللي مش هيعدي. شوفوا بقى يا جماعه، هاشم عوض عبد الوهاب وشهرته ها ابو لمونه ده يا سيدي بقى خرج من 3 سنين. ثواني، وادي عنوانه اهو. فاضل مين؟ فاضل الضلالي. ايوه يا سيدي، ده بقى يا سيدي اسمه حسنين ابو زيد وشهرته حسنين الضلالي. ده سيدي بقى خرج من 5 سنين وقضى مراقبة 3 سنين وخرج يا سيدي، وادي عنوانه اللي قاعد فيه دلوقتي. ثواني ويكون جاهز. يا اهلا بالبشوات، يا اهلا. شكرين يا اخويا. طب والصاروخ؟ جاك صاروخ في معاميعك. يعني ايه معاميعك؟ يلا بينا يا برهان بيه وانا اقول لك بره.